نقلت الصحافة الفرنسية آخر المستجدات فيما يتعلق بقضية الحكم الغامبي بكاري غصامة وأدائه في المباراة الفاصلة بين الخضر والكاميرون. وتحدث موقع أونيز مونديال الفرنسي عن التصريحات الأخيرة للإعلام الجزائري حفيظ الدراجي والتي اعتبرتها الصحافة الفرنسية بالسبق الصحفي الكبير. وسرد ذات الموقع تصريحات الدراجي التي تحدثت عن لقاء جمع الحكم غصامة بممثلين عن رئيس الاتحاد الكاميروني قبل المباراة الفاصلة. كما كشف ذات المصدر مرور الحكم غصامة بكل من المغرب وتونس أين التقى بممثلي الاتحاد الكاميروني قبل حلوله بالجزائر. وأوضحت أونز مونديال في ذات المقال نقلا عن حفيظ الدراجي بأن الفاف دعمت الملف الذي قدمته للفيفا بكل هذه الوثائق.